على البرلمان وعبئا على الشعب وعبئا على ميزانية الدولة وعبئا على كذا. الآن يقترح بعض النواب بعودة غرفة المشورة اللي هي مقترحين انها يبقى اسمها مجلس الشيوخ. فلما سئلوا ليه، وزي ما تفتكروا الاسبوع اللي فات كان معايا النائب الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس واحد المتقدمين بالتعديلات او بمقترحات التعديلات، قال انه التمثيل النيابي محتاج يتسع وانه مشاريع القوانين كتيرة، فانا كنائب يبقى اسهل لي واحسن لي ان يبقى في مجموعه من الحكماء والخبراء والمتخصصين بيدرسوا ويناقشوا ويخططوا في مجلس نيابي اخر، ثم يقدموا لنا مشاريع القوانين زي مش على الجاهز بس يعني في صورتها النهائيه، بحيث ان احنا نناقشها ونصوت عليها. ده هيسرع الايقاع وهيسرع الريتم وهيسرع الانجاز. ده من وجهه نظرهم. اضف الى ذلك بقى اشياء متعلقه بوزاره الدفاع والمنصب وزير الدفاع واشياء اخرى متعلقه بالقضاء والهيئات القضائي. طيب احنا معانا تليفون حد من المجلس يا شباب. معانا سياده النائب طارق رضوان وهو رئيس لجنه الشؤون الافريقيه بالبرلمان. مساء الخيرات يا طارق بيه. مساء الخير يا تمديد. ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي. قول لي طارق بيه، الجلسه النهارده كيف تصفها؟ يعني تارجح الاراء والمقترحات ما بين السادة النواب، استقبالهم للتعديلات، إدارة الدكتور علي للجلسة، يعني عيشنا داخل الأجواء جلسة النهاردة. وبداية هي بدأت الجلسة الأولى في 8:10 صباحا حتى الساعة 1، وبعدين رفع الدكتور علي رئيس مجلس النواب الجلسة الأولى، ثم انعقدت الجلسة الثانية وانتهت في تمام الساعة 4، ثم الجلسة الثالثة وحتى الآن هي يعني منعقدة. في بداية الجلسة قام السيد وكيل أول البرلمان النائب السيد الشريف بعرض تقرير اللجنة العامة. واللجنة العامة هي مؤلفة من هيئة المكتب ممثلة في السيد رئيس مجلس النواب ووكيلي والسيد الأمين العام ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية. ممتاز. بعد تلاوة التقرير قام السيد رئيس مجلس النواب بإعطاء الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية، بداية من رئيس ائتلاف دعم مصر وممثلا للكتلة الكتلة التي لديها أغلبية الأعضاء تحت قبة البرلمان، ثم تباعا يأتي رؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة في من نواب داخل تحت قبة البرلمان، ثم أعطى الكلمة لمؤيدي التعديلات أو رافضي التعديلات. ابتدى الحديث تباعا، وكل نائب كان له حق التعليق في دقيقتين، وبكرة إن شاء الله تعقد جلسة صباحية ويعقبها التصويت نداء بالاسم على 596 نائب، ومن ثم إذا تمت الموافقة على مشروع التعديلات يحال هذا المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية والتي بدورها بتفتح حوار مجتمعي مع الطوائف السياسية والمجتمعية المختلفة لأخذ الآراء في مشروع التعديلات، ومن ثم يتم الدراسة المتأنية لمشروع التعديلات وصياغته في الشكل النهائي لعرضه على اللجنة العامة ومن ثم على الجلسة العامة. ممتاز. هل الجلسة وآراء السادة النواب شهدت شد وجذب، سخونة، جدل، ولا كان كل نائب يدلي بدلو فيما يتعلق بملاحظة أو بتقييم شد؟ لا، هو شد وجذب، لكن كل نائب له الحق في التعبير عن رأيه فيما جاء في مشروع التعديلات سواء بالإيجاب أو بالرفض. يعني ولكن لم يكن هناك حالة من الشد والجذب، لسيما كان الحديث والجدل الطائر على موضوع 25% للمرأة. فكان هناك تضارب من الآراء، أو يعني مش تضارب، هناك شد وجذب من بعض السادة الزملاء، ولكن يعني أخذت بالشكل العادي في النطق يعني الجلسة العامة. يعني لم والسادة النواب كانوا بيتكلموا عن تقييمهم لفكرة التعديلات بصفة عامة، ولا كانوا بيتكلموا عن تعليق على مادة معينة؟ بصفة عامة كان هناك نوع من النقاش، ولكن يمكن المادة دي تحديدا كان عليها نوع من مادة الفئات.
ما بين مادة الفئات الشباب والمرأة والأقباط والمصيف الخارجي. يعني حتة التصنيف يعني تخصيص كوتا للمرأة وما إلى ذلك. كان هناك بعض الآراء مؤيدة لأنه تم الانتهاء من التصنيف في البرلمان الحالي. ولا بد من إطلاق العنان يعني الشعب باختيار من يمثلهم سواء من الرجال أو من المرأة. ممتاز. نائب طارق رضوان أنا بشكرك شكرا جزيلا وتحياتي لشخصك الكريم. طيب معلش أنا النهاردة بس مسرع الإيقاع والريتم شوية عشان الحلقة.